أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الأنجولا. تعلمنا إلى الآن كيفية القيام بإنشاء متحولات نقوم بربطها مع تاجات الـ HTML وذلك ضمن عملية البايندينج، يتم بذلك إظهار القيم الخاصة بها إلى المستخدم في التمبليت. وأيضا بشكل معاكس يستطيع المستخدم التفاعل مع هذه القيم والتعديل مثلا على محتوياتها عن طريق الـ Input Tag، ومن ثم نقوم هنا بإرسال التعليمات من التمبليت إلى الكلاس للتعديل على القيم الخاصة بهذه الأتريبيوت ضمن عملية الإيفنت. فهنا تعلمنا عمليتان أساسيتان هما البايندينج من الكلاس إلى التمبليت والإيفنت من التمبليت إلى الكلاس. الآن في هذا الدرس سوف نتعلم بعض الخصائص التي تقوم الأنجولار بتزويدنا إياها وذلك لسهولة التعامل مع هذه التاجات ومع هذه عمليات الربط. فمثلا دعوني أقوم بتنظيف هذه الواجهة، فسوف أقوم فقط بإبقاء هذا التاج وهذا الزر. نقول هنا قم بحذف هذه لا نريدها مبدئيا، وأيضا قم بحذف هذه بهذا الشكل. تمام، فنرى هذا التاج مع هذا الزر. الآن إذا أردنا مثلا القيام بالتعديل على محتوى هذا الكومبوننت وذلك نسبة إلى ما نقوم بإدخاله في الانبوت، فدعوني مثلا أقوم بإدخال الانبوت، سوف أقوم بجعله في هذا المكان مثلا وهو من نمط text بهذا الشكل. تمام، فهنا سوف نقوم بإدخال قيمة، وعند الضغط على هذا الزر سوف نقوم مثلا بتعديل هذا المحتوى. فنقول مثلا سوف أقوم بربط هذا التاج بمتحول لنقول مثلا my tag وذلك عن طريق استخدام هذا الهاش symbol. فهنا قمنا بربط الانبوت تاج بهذا المتحول لأستطيع فيما بعد جلب القيمة التي قمنا بإدخالها هنا. فمثلا عند هذا الفانكشن في هذا الزر قم مثلا بإدخال القيمة my tag. تمام، ونقوم هنا عند الاون كليك بإدخال هذه القيمة، سوف أقوم بتسميتها مثلا ما أشاء n أو أيا يكن. دعوني أقوم بتعليق هذه مبدئيا. وهنا إذا أردنا مثلا القيام بعرضها باستخدام الالرت بشكل مبدئي فنقوم بهذا الشكل. طبعا لا ننسى هنا القيام بجعلها مثلا any وذلك لحل هذه المشاكل. هنا سوف نرى كيف أستطيع القيام بجلب كامل التاج. فإذا قلنا مثلا عبد الله وقلنا كليك، نرى هنا كيف قمنا بجلب هذا الأوبجكت الذي يعبر عن input tag input element. ولكن إذا أردنا القيام بجلب القيمة الخاصة بها فهنا سوف نقول value dot value. لنرى إذا قلنا عبد الله نراها بهذا الشكل جيد جدا، وفي كل مرة نقوم بالإدخال نرى هنا التعديل. هذه الطريقة هي reference variable، أي قمنا بإنشاء reference والإشارة إلى هذا التاج نسبة إلى هذا المتحول، ونستطيع القيام بالاستعلام عنه واستخدام القيمة الخاصة به بهذا الشكل. وهذه الميزات الخاصة بالأنجولار. وأيضا إذا أردنا مثلا القيام بطباعة القيمة الخاصة به، فإذا قلنا مثلا قم بطباعة هذه القيمة بعد القيام بتعريفها مثلا element، أعتقد قمنا بتعريف هذا المتحول بهذا الشكل. وهنا سوف نقول قم بإسناد هذه القيمة إليه. طبعا لا ننسى هنا القيام بإضافة this dot element. ممتاز. إذا الآن إذا قلنا عبد الله الفحام وقلنا كليك نرى هنا هذه الكتابة جيد جدا، وفي كل مرة نقوم بالتعديل نرى الاختلاف. ولكن هنا نرى كيف أن عملية البايندينج وعملية تحفيز الإيفنت غير متزامنة. بمعنى المرة الأولى تحفيز الإيفنت فنقوم هنا بالكتابة عبد الله، ومن أجل القيام بالبايندينج نقوم هنا بالضغط على هذا الزر فيقوم بالتعديل على قيمة هذه الإيلمنت ويقوم بعرضها. ولكن أستطيع القيام بالمزامنة بين عملية البايندينج وعملية الإيفنت وذلك من خلال استخدام خصيصة أخرى تقدمها الأنجولار والتي هي الـ NG Module. فمثلا إذا أردنا القيام بالتأكيد على المزامنة بين البايندينج وبين الإيفنت ففي كل مرة نقوم بالتعديل يتحسس الأبليكيشن والبروجكت الذي نقوم ببنائه بهذه التغييرات ويقوم بالتعديل بشكل مباشر وفوري على هذه المتحولات. للقيام بذلك وللاستفادة من هذه الخاصية التي تزودنا بها أنجولار نقوم بما يلي. لا داعي لاستخدام الزر، فسوف أقوم بالتعديل بشكل مباشر، فأستطيع القيام بحذف هذه مؤقتا. وهنا أيضا لا حاجة لاستخدام الريفرنس variable، وإنما سوف أقوم بالتعديل على هذه القيمة الإليمنت بشكل مباشر. فنقول هنا قم بإنشاء بوكس وقم بوضع ماوس فيه وذلك لسهولة الحفظ. فنقوم أولا بوضع السكوير براكتس ومن ثم البرينثيسيس الأقواس، وهذا ما تم طرحه من قبل التيم الخاص بالأنجولار لسهولة الحفظ. لدينا بوكس وضمنه لدينا ماوس،
وهنا نقول أنجي موجب وهي تساوي هذه القيمة الخاصة بالإلمنت، فنقوم بالتعديل بشكل مباشر. ولكن الآن إذا أردنا القيام بتشغيلها فنرى هنا بعض الأخطاء كما نرى هنا. لذلك أولا علينا القيام بتعريفها وتهيئتها، فنقوم بالذهاب إلى الأب موديلو تاب سكريبت ونقوم هنا بتعريفها، فنقول دعوني أقوم مثلا للسهولة بنسخ هذه، ونقول هنا قم بجلب من الأنجولار فورمز، قم بجلب فورمز موديلو، وبعدها قم هنا باستيرادها فنقول فورمز موديلو بهذا الشكل. الآن إذا عدنا فنرى كيف أنه حل جميع هذه المشاكل. وإذا أردنا القيام بالتجريب ففي كل مرة عندما نقوم بالإدخال سوف يحدث تزامن بين البايندينج وبين الإيفنت بهذا الشكل. تمام، وهذا فقط من خلال الاستخدام المباشر بهذه الخصائص التي تزودنا بها الأنجولار، وهذا ما يسمى بالتو-way binding، أي binding من ناحية القيام بالربط من الكلاس إلى التمبليت ومن التمبليت إلى الكلاس. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.